النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أظهرت بيانات مالية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية أن قيمة الحوالات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين بلغت قرابة 14 مليار و200 مليون دولار أمريكي خلال العام 2012، وتوزعت القيمة بين نحو 6 مليارات و900 مليون دولار حوالات صادرة وأكثر من 7 مليارات و400 مليون دولار حوالات واردة. ضبطت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم أمس كمية من المواد التموينية والغذائية الفاسدة والمشكوك في صلاحيتها، تقدر بأكثر من طنين في أحد المحلات التجارية في مركز مدينة بيت لحم. وأوضحت الوزارة أنه جرى التحفظ على جميع الكميات الموجودة داخل المحل بعد إجراء عمليات الفحص المباشر على البضاعة. يشهد الأردن طفرة عقارية لم يعرفها منذ سنوات مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى البلاد، إضافة إلى ارتفاع أعداد القادمين للسياحة ممن كانوا في السابق يصطافون في سوريا ومصر ولبنان، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات والمنازل الجاهزة للسكن، وارتفعت أسعار إيجارات المنازل بصورة ملموسة في مختلف مناطق الأردن خاصة في العاصمة بسبب الطلب الكبير من السوريين على المساكن. قدر تقرير للبنك المركزي الألماني بوندس بنك وجود ضرورة لإقرار برنامج إنقاذ جديد لليونان قريباً، في الوقت الذي أعلنت فيه أثينا عن وجود فائض في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري بأكثر من 3 مليارات يورو، إلا أن الحكومة الألمانية رفضت مراراً وطالب بإسقاط جزء جديد من ديون اليونان، مستبعدين أن تكون هناك حاجة لمساعدة إضافية لأثينا أو إعفائها من ديونها. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.